وينضم إلينا الآن من كييف الدكتور سعيد سلام، وهو الباحث في العلاقات الدولية والسياسية. دكتور، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، ما تداعيات ومآلات ما تبعناه حتى الآن في جلسة مجلس الأمن الدولي؟ مساء الخير لكم جميعا المشاهدين. ما يجري حاليا هو تدويل للأزمة الأوكرانية، أو ما يسمى الأزمة الأوكرانية، وفي الحقيقة هو تدويل للصراع الروسي الغربي الأمريكي على اقسام النفوذ في أوروبا وفي العالم. ما يجري حاليا هو عمليا إيجاد مواقع أو نقاط ضغط عالية على الأطراف جميعها، وحاليا يتم الضغط بشكل أكبر على روسيا من أجل سحب قواتها من الحدود الأوكرانية ونزع فتيل الحرب في أقرب وقت ممكن. كييف لم تلتزم باتفاقيات مينسك 1 و2، كيف تفسر كييف هذه التصريحات من قبل روسيا، وهل بالفعل أوكرانيا لم تلتزم؟ بالفعل أوكرانيا لم تلتزم، ولم يلتزم أحد باتفاقيات مينسك 1 و2، لم يلتزم أحد بتنفيذها. لماذا؟ حيث ترى كييف أن تطبيق اتفاقية مينسك التي جرى توقيعها تحت تهديد السلاح في الواقع، في خضم الدعم الروسي الكبير في حينها للقوات الانفصالية في شرق أوكرانيا في منطقة الدنباس، ترى أن تطبيق هذه الاتفاقيات بصيغتها الحالية قادرة على تفكيك أوكرانيا بشكل كامل، بحيث أن المطروح فيها إعطاء فيدرالية، أو يعني حكم فيدرالي ذاتي للمنطقتين، وهذا سوف يؤدي في المستقبل إلى زيادة النزعة الانفصالية في دولة أوكرانيا، وهذا سيؤدي إلى تفكيك الدولة بشكل كامل. لذا فلا نية لأوكرانيا تنفيذ الاتفاقيات بصيغتها الحالية. في إطار ما تتحدث عنه الآن، هل اكتشفت روسيا اليوم بعد 7 أعوام بأن أوكرانيا لم تلتزم بما جاء في هذه الاتفاقية، واليوم يتم الحديث عن إعادة صياغة لهذا الاتفاق برعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وأيضا بمباركة غربية؟ في الواقع أن روسيا تعلم خلال 7 سنوات السابقة أن أوكرانيا لم تنفذ هذه الاتفاقيات، وأيضا من الطرف الروسي لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات. لكن ما تقوم به روسيا حاليا هو عمليا حرف الأنظار حول الأهداف الحقيقية لتصعيدها العسكري وعلى الحدود الأوكرانية، حيث أن روسيا في الحقيقة لا ترغب في بشكل كبير في غزو أوكرانيا واحتلالها بشكل كامل، وإنما هي تريد إبعاد حدود الناتو عنها. من طرف آخر فهي تحاول أشكرك. أن تنفذ نفسها قوة عسكرية، قوة عظمى جديدة في العالم، في استعادة لمكانة الاتحاد السابق.